بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب سلمان المانع من مبادرة الابتكار 4، والمشروع اللي هو التساق النبات الذكي. والمشكلة التي عالجها المشروع هي ذبول النبات بسرعة بسبب نسيان صاحب النبات السقي أو في غياب ساق النبات. مكونات المشروع بطارية والجهاز الذي يحمي البرمجة ومروحة السماء والأنابيب والنبتة اللي احنا راح نلبس فيها ومصدر الماء. طريقة عمل المشروع ان المضخة توصل فيها انبوبين، واحد من مصدر الماء وواحد في النبات نفسه، وتشبك فيها البرمجة من الاسلاك الكهرب. بين فترة وفترة يسحب المصدر الماء ويعبيه في النبات على حسب قدر حاجة النبات.